وبه نستعين وعليه نتوكل، دائما نطلب منه التوفيق والسداد والنجاح. التحية مجددة والسلام على كل متابعينا محبينا الأفاضل مشاهدي قناة دبي ريسنج مع انطلاقة هذا الصباح، انطلاقة هذا الأسبوع الجديد الذي يحمل الصغار في عودة جديدة من أسابيع التنافس المتتالية على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. هذا الأسبوع يبدأ بسن الصغار والبداية كالعادة بسن اللقاية في انطلاق هذه الفترة الصباحية المحددة لاثنا عشر شوطا لمسافة الخمسة كيلومترات لمشاركات هجن أبناء القبائل في هذا الاندفاع القوي والمثير الذي بدا حاملا مفاجآت الموسم ومفاجآت الشعارات التي جاءت هنا لتقدم انطلاقاتها وتحدياتها. على بركة الله انطلق الشوط الأول، الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي. نسير بالمقدمة نتابع المركز الأول ومن يحمله، المركز الأول من تحديات الصدارة مع مشهورة لاحج بسيب اللاحج الهايري الذي يبدأ على المركز الأول، بينما المركز الثاني أوامر في المركز الثاني عبد الله بن حمد بن ربيعان السبيعي. انتقل للمركز الثالث أتابع الانطلاقة القادمة من تحديات الشامخة سهيل بن سعيد بن شلبود الخيلي اللي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الواعية في المركز الرابع لمحمد بن الشيبة السبوسي، وفي المركز الخامس هناك انطلاقة قادمة من تحديات الإثارة مع هملولة خلف بن ساري بن بلوش المزروعي. انتقل للمركز خالد بن حميد بن حارب المهيري في المقدمة والصدارة. المركز الثاني متواجد الظفرة محمد بن حسن بالثيمة العامري، وتدخلت غاية زايد بن حمد بن راشد بن غدير على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هنا ايضا وجود التحدي، وجود سرابة منصور بن شيبة بن علي السبوسي. هذه رباعية المركز الاول والظفرة، الظفرة الظفرة الشامخة الظفرة ظفرت بالمركز الاول، انتقلت الى الصدارة، قادت المقدمة. يا سلام السلالة المتميزة، سلالة المسافات الطويلة، سلالة جبار. الظفرة وهي الظفرة، انطلقت الظفرة، سارت الظفرة، ظفر قلب الأسد بناموس هذا الشوط. الظفرة هنا في هذه محمد بن حزم بالثيمة العامري. يا السلام، إذا السلام عيناوي والتحية وسلامي عليك مبارك ما شاء الله وتبارك الله في هذه اللحظة. إذا هل الطوية يحتفلون في هذا الصباح هنا مع انطلاقة الظفرة إلى المركز الأول وخط النهاية ينتظرها هنا بلهفة الشوق والانتصار محمد بن حسن بالثيمة العامري مع الظفرة على المركز الأول. المركز الثاني غاية زايد بن حمد بن راشد بن غدير، المركز الثالث تأتي الشامخة لخالد بن حميد بن حارب المهيري، والمركز الرابع سرابة منصور بن شيبة السبوسي، والمركز الخامس هملولة، في المركز الخامس سعيد محمد بن سعيد بن مروشد. ما شاء الله السرعة القوة. هنا إذا لحظات تواجد الظفرة في المركز الأول والانطلاق الأول والمسار الأول الذي يحمل هذه البداية. التوقيت الزمني الذي يحمل 7 دقائق 44 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية وتوقيت الظفرة. تهاني سيد محمد بن حسن بثيمة العمري على هذا الفوز. المركز الثاني كانت انطلاقة التحديات قادمة من وجود غاية، غاية وهي قدمت الأداء الممتاز أيضا. يا سلام زايد بن حمد بن راشد بن غدير أطلق غاية في المركز الثاني. تهانينا والناموس 7 دقائق 46 ثانية وجزئين من الثانية. والمركز الثالث انطلقت هناك في المركز
المركز الثالث كانت هناك التحديات القادمة من الشامخة خالد بن حميد بن حارب المهيري التي وصلت في المركز الثالث 7:48 سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذه الانطلاقات وهذه التحديات وهذا المسار الذي يحمل هذه البداية في لحظات القوة والتحدي.